وانا فرحت بهذا الشيء حيث انا كوني مغربيه غندافع على بلادي وغنيت على حكيمي المغربي اللي سجل البيت غنيت عليه وغنعاود نغني عليه باقي كيتسناكم الجديد وكنتمنى نهار الحد تزيد تفرحنا بشي فرحه كبرى بيني وبينكم انا الزواج بعدت منه ولكن الى جا هو ما نترددش حيت اللي كديروا المراه راه كيديروا الراجل يعني حتى المراه من حقها انها تمشي تخطب الرجاله هذاك الظريف داك الزوين وغنختار هذاك البوكوس هذاك الطويل هذاك اللي غيجي معايا غنختارو كاينين بزاف ولكن بغيت انا نخطبهم بغيتهمش يخطبوني غادي نجيب لهم الدفع في الطياره غنخسر عليهم فلوس انا اللي بغى الفلوس مرحبا حكيمتي مسكن حتى تمكن سجل الكرة ومن المرمى تمكن حكيمي يا زوين يكحل العينين حكيمتي مسكن حتى تمكن حكيمتي مسكن حتى تمكن سجل الكرة من المرمى تمكن حكيمي يا زوين. السلام عليكم، معكم هويا مسطار. كما كتشوفوا اليوم جيت باش نعطيكم الجديد اللي وقع ليا هي ان لقيت المغرب والجزائر كان لاعبين وديجا تقصينا مع الجزائر ومن بعد لعبوا معنا والمغاربة ربحوا وانا فرحت بهذا الشيء حيث انا كوني مغربية غندافع على بلادي وانا فرحت بهذا الشيء ودرت واحد الأغنية على الحكيمي لأنه هو اللي سجل البيت وبوفال توا كان لعب معهم درت أغنية عليهم خديت بزاف ديال التنمر شي فئة ديال البشر ديال الأوباش ما كنجمعوش وما كنعموش كيقول لك ويلي 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 مشينا فيها ويلي ويلي تقصينا ويلي ويلي مشينا فيها علاش حيت أنا غنيت ديك الأغنية ما فهمتش أجاب الأغنية الواحد كيلعب الواحد كيلعب الكرة أغنية بوحدها علاش كتبقاو تدخلوا هاد الشيء ماشي ماشي كيفاش كطيح البقرة كيكثروا الجناوة علاش ما فهمتش فاش كيطيحوا البقرة كيكثروا الجناوة فاش كيكون في واحد الموضوع كيقولوا شي واحد كلشي كيتبعوا عليه يا غلط يا بصح علاش ما عندكمش الضمير ما عندكمش الدماغ ما عندكمش تفكير باش كتفكروا انا بغيت نقول حاجه وحده انا غنيت على بلادي وغنيت على الكره وغنيت على حكيمي المغربي اللي سجل البيت غنيت عليه وغنعاود نغني عليه باقي كيتسناكم الجديد ملي غادي يغلبوا مصر لان مشاو دابا نهار الحد غادي يلعبوا مع مصر وانا كنتسنى حتى غيغلبوا وغنخرج ديسك كنتمنى دوك المحسادين ديروا شي حاجه ديالكم ماشي انا نخرج ديسك نتوما تنوضوا تخرجوه المهم خرجوا نشطوا ضحكوا بغينا ديك الاجواء ديال شحال هادي فاش كتربح شي فرقه المغرب كامل كيخرج المغرب كامل كيتهز كتلقى كلشي ناشط كلشي فرحان كلشي مفرقع كلشي واكل ليكستا كلشي مزنزن كتلقى كلشي هز يعني فهمتي بنادم عايش وفرحان ما بقيناش كنشوفوا ديك الاجواء لان الفقر والمشاكل المحاكم عامرين بالطلاقات والحق كاين عند مول الحق وبزاف د الحوايج انا ما كرهتش دوك الاجواء نرجعوا ليهم ديال الكره نشجعوا ولاد بلادنا المغاربه احسن لاعبين في العالم هما المغاربه غير التشجيع ما كاينش خاص المغاربه يشجعوهم وانا من ضمن هاد المغاربه غندير لهم اغنيه فيما يلعبوا غادي نخرج لهم اغنيه ديسك كنتمنى تدخلوا لهويا مسطار باش تشوفوا اغنيه اللي درت على حكيمي راه عجبات الناس كاين اللي عجباتو كاين اللي انتقدها وانا كنقول على هذوك اللي انتقدوها فاغنيه زوينه ما فيهاش تخسر الهضره كنغني على ولد بلادي سجل البيت حاجه طبيعيه وعاديه لما كنفكرش انا عندي وليداتي عندي بنيه صغيره ما نقدرش انا نسافر دابا
يلا باغا ندخل المدرسه وهذه، ولكن انا متبعاهم في التلفازه كنشوف المغاربه فين كيمشيو، متبعه الكره غير بالتلفازه، متبعه كل شيء صراحه. كنت فرحانه انا مشيت للاستوديو وسجلت الاغاني لراسي وغنيتهم. المنتخب كنتفرج في داري. لا انا ما عنديش مع الكره اصلا، ولكن شي حاجه كتعلق بالمغرب، حيت شفتهم ديك النهار الجزائريين نهار ربحوا المعيور التنمر علينا بزاف. يعني شوف حنا روح رياضيه بحال ربحت الجزائر بحال ربح المغرب، غير هي هما فاش ربحوا خرجوا تيعايروا حنا واعرين حنا هادي حنا، فهمتي؟ حنا ما بغيناش هذاك الشيء. حنا المغاربه روح رياضيه، نلعبوا مع اي واحد خسرتي عادي، خسرت انا عادي، روح رياضيه. ما يعني بنادم ما يدخلش فيها السياسه ويدخل فيها بزاف د الحوايج. هما حنا كنتواصلوا، انا كنتفرج في التواصل الاجتماعي، كنلقى بزاف دخلوا السياسه، دخلوا بغاو يديروا فتنه في المغرب. هذه غير كره، كتبقى غير الكره. انا حيت مغربيه طبيعه الحال غندافع على بلادي، وتحيه للجزائر لان الجزائر خوتنا وحنا خاوه، ولكن المغرب بلادي كما هو بلادهم. حتى انا باش تفرحوا ما هضرتش عليهم، حتى انا ملي نفرح على بلادي خاصهم يوقفوا معايا ويساندوني، فهمتي؟ فرحني بزاف، فرحت ملي ماركه البيت، سد بزاف الناس كانوا كيدوي وتيهضروا وسد الفوام كما كيقولوا. كنقول لي انا كنشكرك بزاف على البيت، كان عجيب وزوين وفرحتي كاع المغاربه. انا كنشكرك وكنتمنى نهار الحد تزيد تفرحنا بشي فرحه كبرى، لان غنخرج عليك شي ديسك واعر اللي غنكبرك فيه ان شاء الله. بيني وبينكم انا الجواج بعدت منه، ولكن الا جا هو ما نترددش. حتى هو لا دوك اللي كيلعبوا الكره ويلي. انا عندي خطيب يخاطبني ضروري، ديما الجديد مع هويا مستار. هويا مستار لن تغمض عينيكم. صراحة العلاقة الشخصية ديالي مع وليداتي فرحانة ناشطة، ما عندي ما ندير بصداع الراس، البشر في غير صداع. البروفيتاج اللي غيجي عندك غادي غير بروفيتي، فك حاولت انني نخصص حياتي الخاصة مع ولادي وصافي. وعجبتني واحد السيدة، واحد السيدة خرجت في انترفيو عجبتني في واحد التصريح ديالها، قالت لهم كما كتشوفوا حنايا في هذه البلاد ولات المرأة أكثر من الراجل، المرأة كتخدم على الراجل، ولات المرأة كتصرف على الراجل، يعني بحال الراجل، تسوق طيارة، تسوق طاكسي، بحال الراجل. علاش الراجل معطي له واحد الحقوق والمرأة لا؟ حتى المرأة خصها دوك الحقوق اللي كيتعطاو للراجل، حيت اللي كديرو المرأة راه كيديرو الراجل. يعني حتى المرأة من حقها أنها تمشي تخطب الرجالة. لا لا أنا غنبقى تنوصل داك النيفو ديال حنايا العيالات نمشي نخطبو الرجالة، ديك الساعة أختي غنمشي نقي، غنمشي نشوف شكون، نشوف غنختار هذاك الظريف، داك الزوين، وغنختار هذاك البوكوس، هذاك الطويل، هذاك اللي غيجي معايا غنختارو. المهم راه أي واحد ديك الساعة تكون أنتيا غيكون في المغرب أن المرأة هي اللي كتخطب الراجل، أعلى خطبة غنجيبها له ونجيب له. لا كاينين بزاف، ولكن بغيت انا نخطبهم، بغيتهم شي يخطبوني، غادي نجيب لهم الدفع في الطياره، غنخسر عليهم فلوس انا. اللي بغى الفلوس مرحبا. بديت انا غنمشي للحبس. خاص الدوله تتصرح بهذا الشيء عاد نديرو وصافي. المهم الدراري دخلوا عندي الواتساب، في المرتي راه محطوطه في القناه هويا مستار. اي واحد باغي يتزوج صيفط لي تصويرتك وطولك وشنو كدير في حياتك. الا عجبتيني راه غنجي نخطبك من غدا. غنعتمد على الشخصيه القويه والنفس الحاره، داك بلا بلا لا. انا غنمشي على داكشي ديال والدينا، كانوا يتزوجوا بلا ما يتشافوا، انا غنمشي غنخطبوا، نتفاهم مع امو، ندي لي الصداق، ندي لي كلشي، 10 10 من الكراسن، 5 5 من الصوفيطمات، الصبابط. شنو كيبغي الراجل ما كيديرش اولويز، لا المهم اولويز لا ما نديروش دي دوغون ماكينه الحسانه. ما نشريش اخويا ماكينه، نشري هذاك ديال الضو، نشري طوندوز
باش تحسن شعرك ودير لك داك الشريطات. انا عزيز عليا العياقه وداك الشيء، فهمتي؟ الحوايج غنفركسك، وكاينه كوبرا وداك الشيء، داك الشيء الغالي. خلينا غنتهلا فيك مزيان، جلس ليا غا في الدار وما طولش ليا من الشرجم، وكنقولها وتنعاودها قدام الصحافه، ما طولش ليا من الشرجم. ما نبغيوش الجيران يتشكاو يقولوا لي راجلك طالب من الشرجم. انا نمشي نخدم، سر راسك تنجي. والايه راه تقلبات، واش صحابك عاد تقلب وتقلبات الايه؟ ماشي ليش انا خدامه على ولادي. شنو انا سميتي محمد، علاش انا خدامه على ولادي؟ حيت صافي هاد الموضوع كنوجه رساله للمغاربه. عاش الشعب المغربي وعاش المراه المغربيه الصبوره. اكبر مراه صباره في العالم هي المراه المغربيه. كتعنف بزاف ديال الطرق وما كتخرجش تهضر على حقها. الرساله للجمهور، لي فان ديال اشواقع ولي فان ديال الهيام، رسالتي ليكم والله ما يبعدوا مني دوك الشلاهبيه اللي دايرين بيا، والله ما يبعدوا مني، تنوريهم الاخر. وعاش الملك وعاش الملك. وانايا ما غاديش نتزوج، غادي نبقى حتى يولي المراه هي اللي تزوج بالراجل وغنمشي ناخذه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.